مشاهدين الكرام متابعين قنوات الكاس أينما كنتم مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي المغرب التي فتحت آمال وأبواب الأدوار المتقدمة ورسمت الكثير والكثير من الأحلام للعرب من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه البطولة ومن أجل العبور بنا من واقع الأحلام إلى أرض الواقع ولتحقيق هذا الحلم أسود الأطلس في مباراة اليوم يبحثون بكل تأكيد عن مواصلة المشوار ويرفعون راية العرب والمغرب من ترابك من مائك من جبالك من هوائك من أريافك من مدنك من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب تشربنا السمو والسؤدد على يسار حارس المرمى بونو وبعدت في التوقيت المناسب للمنتخب المغربي من خلال مباراة اليوم مباراة يقودها تحكيميا الحكم الأرجنتيني فاكوندو تسرى محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء ياسين في التوقيت المناسب في التوقيت المناسب اجتياز المنتخب الاسباني محاولة ملعوبة راسية تحولت الى خارج ارضية الملعب البرتغال كرة بمحاولة راسية يا نصيري سفيان بوفال امامية داخل منطقة الجزاء طالت نعم ووصلت الى حارس المرمى كريستيانو رونالدو كرة من جواو فيليكس تغطية وإبعاد تسديدة بعد ذلك والتصدي موجود والمحاولة البرتغالي من خلال احداث هذا اللقاء كرة بصافرة وخطأ لمصلحة البرتغال والمحاولة لا زالت مستمرة كرة بمحاولة ملعوبة الان راسية لكن ايضا تغطية وإبعاد تسديدة بعد ذلك واشرف هنا من اجل التغطية دالوت تمامية من دالوت محاولة الوصول الى غونزالو لكن بعد ذلك الكرة سهلة عند حارس المرمى هذا غونزالو سجل ابرز حضور البرتغال في منافسات بطولة كأس العالم بحتي تأهل على حساب البرازيل وثانيا الارجنتين تأهلت على حساب هولندا منتخب البرتغالي ملعوبة امامية عرضية داخل منطقة الجزاء لكن عند حارس المرمى ديوغو كوستا حكيم زياش مر تقدم زياش سدده بالقدم اليسرى من حكيم لكن بعد ذلك سفيان بوفال طالت على سفيان تحولت الى حكيم عرضية يا حكيم يلعبها اصطدمت تحولت الى ركلة ركنية وصلت الى تصل الى جواو فيليكس لكن برافو تغطية من اشرف حكيمي يبعد الكرة الى خارج ارضية الملعب وصلت الى شاهد منتخب بلاد امام المنتخب الجزائر راسية من يوسف انصاري الكرة الرأسية الماضية واجهة كلما زاد القلق والحذر والخوف ياسين التحام بين وما بين برونو فرنانديز يسقط على إثره اللاعبان تغيير لاتجاه اللعب طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند ياسين بونو محاولة تعود الآن صافرة نعم خطأ يأتي من حكم المواجهة فاكوندو تيو ثالث له في هذه البطولة كرة بمحاولة ملعوبة الأمامية الآن لكن أيضا راسية وإبعاد أمامية طالت طويلة تحولت إلى خارج أرضية الملعب مستمرة تسديدة خطيرة جدا كرة جواو فيليكس لكن اصطدمت والكرة في الجهات اليسرى عرضية ملعوبة راسية لا 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 أمل لاح بالقدم اليسرى يستمر بنفس الأسلوب الله 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 والمغاربة بنفس الأسلوب بنفس الجزاء والتسديدة تأتي البرتغالي محاولة ملعوبة لكن رائعة جدا من زياش طالت على نصيري طالت على يوسف الأكثر تأثيرا على لاعبي كرة اليسرى إلى رافائيل جريرو تسديدة قوية جاءت من جواو فيليكس الى خارج ارضية الملعب المغربية الان مرور صافرة وخطأ على سفيان بوفال وصلت الى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء ما
مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم. الصيري الصيري ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف. أول الأهداف، أحلى الأهداف. يا الله يا الله يا الله، المستحيل ليس مغاربيا. بالمقابل اصطدمت في العارضة، العارضة العارضة، الحذر بهدف مقابل لا شيء، هي ملعوبة لكن تغطية وإبعاد. يا يوسف اضرب يا نصيري، الهدف الثالث ليوسف نصيري. وقائمة، يا الله يا الله يا الله. فليكس خطيرة جدا وركلة. لا 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 لا. محاولة برتغالية، دقيقتان كوقت بدء وانتهى الشوط الأول. يبدأ شوط المباراة الثاني من دون أي تغييرات تذكر. أحمد حكيم يسقط الآن، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ، يأتي لمصلحة أشرف حكيمي. هذه الكرة في هذا الشوط من أجل الوصول للمنطقة الرأسية. قوله يا الله يا الله. حاول ملعوبة لكن تغطية وإبعاد، عادت في الجانب المقابل، في عرضية تأتي لكن في أحضان ياسين بونو. كرة تصل سهلة، تدخل، برافو 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 برافو. حاول ملعوبة لكن أيضا ياسين بونو، ياسين بونو. والتبديلات بدخول جواو كانسيلو وكريستيانو. حكيم لم يكتمل المرور ويمر الكرة على بشار في منطقة الجزاء. أوه. معلش 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 معلش، عيدت من أمام كريستيانو. رشيد بن محمود بالمناسبة لاعب للأهلي للمغرب اضطراريا. كرة بمحاولة ملعوبة راسية خطيرة، مرت 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 عن طريق غونزالو راموس. محاولة ملعوبة وهذه التغطية دفاعية، ومن ثم بعد ذلك حضور راد. نشأوا وتألقوا في أوروبا، لا المغرب اليوم عندها كرة الجزاء. خليها 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 خليها، نعم لا يمر الوقت لا يمر. تعود المحاولة من جديد، تسديد، كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج، وتروح إن شاء الله البرتغال. أكثر من محاولة في المباراة الماضية، عودة من خلال هذه الكرة لمنطقة الجزاء. ياسين ياسين في التوقيت المناسب، بونو يتصدى للمحاولة الماضية. هذه الكرة وهي مستمرة وقائمة، عادت بشكرة بمحاولة. حذر يا شباب، الحذر 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 الحذر، لاعب يترك وحيدا في منطقة الجزاء. لا 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 لمنطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية مرت من أمام الجميع. الأرضية مرت من أمام الجميع، العرضية لكن أيضا تصطدم. تغطية دفاعية والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى ركلة، منتخب البرتغالي أسرع يا سفيان. ملعوبة ياسين، برافو ياسين برافو ياسين، يبعد الكرة عن الخطر إلى ناحي. محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، محاولة رأسية وإبعاد، لوت عرضية والتدخل. إجمالي الحضور الجماهيري في مباراة اليوم 4-1. انطلق يا عز، لا 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 لا، دخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية، والجماهير المغربية تؤازر تشجع، لا زالت مستمرة. داخل منطقة الجزاء لكن أيضا ملعوبة، لكن أيضا تغطية تغطية تغطية، وبعيدة مرة قائمة خطيرة، تسديدة تاكيوه. بطل يا ياسين أسد، الله الله الله، معلم. يعود المحاولة، خلص ياسين مغلل، حاول يا أخي حاول، مرت من أمام الجميع. نعم يا سلام يا سلام، لم تم، هذا هو الأسلوب الذي سيعود، حاول يترك أبدا. تعود المحاولة الأخير من الوقت الأصلي، دقيقته الأخير، محاولة رأسية وإبعاد. شديرة، نعم وليد متسللة، خليها يا وليد خليها يا وليد، وبالتحديد مع نادي قطر. طالب 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 يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل، ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين. كرة إلى خارج أرضية الميدان. أوهو وليد شديرة يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء، وبعدت في التوقيت المناسب.
يا الله يا كرة القدم أبعدت، ممكن أن يجعلك تنتظر كما تجعل كرة القدم. لا شيء ممكن أن ينقلك إلى أجواء من الخيال كما تبقى. هذا هو الإنذار الثاني، كرة تدلم، لكن ديوغو كوستا في التوقيت المناسب. ديوغو أنا مصري أبعدت الآن. لا 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 خلص 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 كبقي خلوها 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 خطقة جزاء راسية إلى خارج أرضية الملعب من بيبي، مرت إلى ركلة مرمى من بيبي وصفر صفر. صفر صفر صفر.